لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بصوا بقى معايا، طبعا انتوا عارفين ان احنا لما بنيجي نستخدم الجافا سكريبت علشان ان احنا نعمل انيميشنز او افكتات في الصفحه او اوثنتيكيشن او فاليديشن او اي نوع من انواع التعامل مع الصفحه، اكيد في احداث معينه احنا بنحطها في الاعتبار علشان اذا تم فعلا انه المستخدم قام ب انه يتريجر الحدث ده او يقوم بالحدث ده، فالمتصفح اوتوماتيكيا يقوم بالاستجابه بناء على المطلوب منه. يعني بمعنى الصح زي ما بيقول لك كده، لو الايفنت نفسها حصل لها تريجر يبقى خلاص انا بقى هنفذ كود معين او هاكسكيوت كود ايه؟ هاكسكيوت كود معين. فبالتالي احنا طبعا لما اتكلمنا عن جزئيه الايفنتس والايفنت هاندلرز والايفنت لسنرز اتكلمنا عن ان في هذه الاحداث يتم طبعا استخدام الكائنات بتاعتنا اللي هي الاليمنتس اللي موجوده، نحدد الاليمنتس اللي هيقع عليها الحدث، وبالتالي اذا تم حدوث الحدث فعلا فالمتصفح هينفذ العمليات المطلوبه بناء على العمليات اللي احنا هنكتبها. فاحنا هنشوف مع بعض ازاي نقدر ان احنا نعمل كده فعلا بالجي كويري. الكورس ده مش كورس جي كويري، الكورس ده يعني بيفهمنا ازاي هنقدر نشتغل جي كويري. فانا بحاول ان انا الم كل الجزئيات المهمه اللي الناس تقدر تشتغل بيها جي كويري في الويب ديزاين. اما قصه الجي كويري ان شاء الله هيكون ليها بقى لوحدها. فبالتالي هنشوف النهارده مع بعض ازاي بعد ما جبنا العناصر من الصفحه حطيناها في شكل متغيرات او جبنا العناصر في الصفحه على سبيل المثال، ازاي بقى ان انا اقوم بان انا اكتب مجموعه من العمليات هتنفذ بناء على احداث معينه. فاحنا فاتحين السبلايم وحاجه هنا واروح على الفيو بس اخفي السايدبار وبعدين هفتح صفحه جديده وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصفحه بتاعت ال HTML. Events jQuery Events. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نقصد ان احنا عندنا ديف الاي دي بتاعه يساوي بوكس، والديف ده في تحتيه لينك ومثلا كليك هير وستايل بوكس. وانا هاجي هنا على الديسكتوب بتاعتي اسيب الصفحه بتاعتي على سبيل المثال باسم ايفنتس ان جي كويري. هاجي بقى وهعمل حبه ستايلنج كده بالنسبه للايه؟ للديف ده. هقول مثلا الاي دي بتاعه يساوي بوكس، الويدث بتاعه 200 بكسل، والهايت بتاعه 100 بكسل، و على سبيل المثال هنقول ان البوردر مثلا زي سوليد في بيكسلز مثلا ولونه ونفترض رصاصي كده. انا طبعا لما اجي اعرض زي دي المفروض ان انا لو عرضتها في البراوزر بتاعي اهو ده هو البوكس بتاعي. فانا محتاج ان انا لما اكليك على اللينك ده البوكس بتاعي الستايل بتاعه يتغير. انا على سبيل المثال تعالى نشوف مع بعض حاجه زي كده. لو انا جيت هنا وجبت مكتبه جي كويري على سبيل المثال، طبعا انتوا فاكرين ممكن تجيبها من على الموقع نفسه جي كويري دوت كوم، جي كويري دوت كوم. هو المهم البوست مش عارف تقريبا المحاضرات دي هتوصل لكم فيها حاجه زي كده. والله ايوه
Save pages, jQuery, JS. طيب يبقى احنا دلوقتي كل اللي احنا عايزينه ان احنا نروح مع بعض ونحاول طبعا ان احنا نستخدم الجQuery علشان نقدر ان احنا نعمل حاجه زي كده. طيب تعالى نشوف مع بعض هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه انا عايزها ان انا اجيب العناصر بتاعتي. طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نجيب العناصر عن طريق الاي دي، ممكن نجيب العناصر عن طريق الكلاس، ممكن نجيب العناصر عن طريق اكتر من حاجه زي ما حضرتكم عارفين. يعني انا عندي اكتر من طريقه اقدر اجيب بيها العنصر بتاعي من، وبالتالي كل اللي انا هعمله فعلا ان انا فعلا كل هبدا ان انا اجيب العناصر بتاعتي من الصفحه، وبعد كده اروح اوتوماتيكيا على الايه الجي كوي دي، ابدا بقى اقول لها بعد اذنك انا عايز انسق عنصر واحد او اثنين او ثلاثه ان انا اجيبتهم دول على سبيل المثال. طيب يبقى احنا دلوقتي هنروح مع بعض هنا اهو ونقول في الصفحه بتاعتنا ان انا عايز الجي كوي سكريبت اهو السورس بتاعه بيساوي jQuery.js. حاجة أنا هعمل هنا سكريبت تاني أهو السورس بتاعه مثلا هيبقى myapp.js. نعمل هنا مثلا فايل نسميه myapp.js وفي events. هنبقى نجيب مع بعض documents دوت ريدي فانكشن اهو. هنيجي هنا نقول انا عايز اجيب العنصر بتاعي اللي هو اللينك ده. طبعا اللينكات دي ممكن يكون ليها كلاسز، ممكن يكون ايديا مثلا، تعال نسميه سويتش على سبيل التقدير. انا هاجي هنا واقول له انا عايز العنصر اللي الاي دي بتاعه بيساوي سويتش دوت. هنا بقى احنا نبدا نشتغل على الفانكشنز اللي اقدر عن طريقها فعلا ان انا انفذ الايفنتس بتاعتي. زي حضراتكم كنتوا بتشوفوا في الايفنت هاندلر مثلا والايفنت ليسنر، انا على سبيل المثال لما احب اعمل حاجه زي كده كنت طبعا بقوم قايل دوت اون كليك، دوت اون ماوس اوفر، دوت اون ماوس اوت. يعني في عناصر معينه بمسكها وبعدين باجي على الايفنتس بتاعتي وابدا اساين الايفنت هاندلر او الايفنت ليسنر بالنسبه للعنصر. هنا برضو بالنسبه للجي كويري في مجموعه من الفانكشنز اللي انا ممكن اشتغل عليها للايفنتس. يعني لو احنا مثلا جينا هنا جي كويري او جي كويري ايفنتس، انا رحت هنا على جوجل مثلا اوري حضراتكم لسته مثلا اللي خاصه بيه الايه؟ اللي خاصه بيه الايفنتس في الجي كيو. تعالى نجيب الايفنتس. بصوا حضراتكم الايفنتس عندي الفانكشن الاساسيه بتاعتي اللي هي دوت بايند. يعني انا بجيب العنصر واقول له دوت بايند. دوت بايند دي هي الفانكشن الاساسيه اللي انا ممكن اساينت ايفنت معينه كايفنت هاندلر بالنسبه للايه؟ بالنسبه للعنصر ده. لو مفيش ايه ايفنت او ايفنت فانكشن بالمسمى ده، يعني مثلا انا عندي هنا فانكشنز بتشير الى ايفنتات على طول زي دوت دبل كليك، دوت كليك، دوت تشينج، دوت بلر، دوت ديليجيت، دوت داي، دوت ايرور، ايفنت دوت داتا، ايفنت دوت كرنت تارجت وهكذا. طبعا ايفنت ده هو الاوبجكت الايفنت الاساسي بتاعي اللي انا عايزه. في هنا دوت فوكس، دوت فوكس ان، دوت فوكس اوت، دوت هوفر وهكذا. تعالى نشوف مع بعض مثلا على سبيل المثال دوت كليك. انا كل اللي انا محتاجه ان انا اجي هنا واقول انا عايز الايفنت ده، انا اسف اللي هي كليك ايفنتس على العنصر ده، فهقول له مثلا سويتش دوت كليك بعد اذنك نفذني فانكشن معينه. شوف بقى حضراتكم انا بعمل ايه؟ انا بعمل باس لي فانكشن كباراميتر جوه الايه؟ جوه الكليك فانكشن. فبالتالي هي دي بقى الفانكشن اللي هتبقى اسايند على العنصر ده. فانا هنا ممكن مثلا اجي اقول له ايه؟ والله بقى انا عايزك في الحاله دي تجيب لي العنصر اللي الاي دي بتاعه اسمه بوكس ودوت مثلا هايد، يعني اخفيه لي على سبيل المثال. وطبعا حضراتكم لما احنا نيجي نروح على ساعتنا
نفترض الصفحة بتاعتي اهي، انا لو جيت عملت ريفريش طبعا، جيت دوست على العنصر ده، البوكس طبعا هيختفي. بس حضراتكم لما هتلاحظوا معايا هتلاقوا ان انا هنا الايه اللينك تم تتبعه، يعني نفذ الديفولت اكشن بتاعته اللي هو راح لنفس الصفحه بس حط لي الهاشتاج. في الحاله دي بقى احنا عايزين نشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نعمل ايه، نقدر نعمل بريفنت للديفولت اكشن زي ما احنا كنا اتعلمناها في الايفنت ليسنرز اللي احنا شفناها في الجافا سكريبت. يعني بصوا حضراتكم مثلا على سبيل المثال اهو، هنا كليك زي ما انا قلت لحضراتكم بالظبط، انا هنا بالنسبه لي ده كليك وادي الهاند اهو. الهاندلر اللي هو الفانكشن اللي هتهندل لي كل حاجه هتتم اول لما انا اعمل كليك على العنصر ده. بس لو حضراتكم بصيتوا بقى هتلاقوا ان انا ممكن هنا استخدم الايفنت اوبجكت عادي زي ما حضراتكم شايفين كباراميتر للايه؟ للهاندلر دي. عشان كده بقى اقدر انا اعمل بعد كده ايه؟ اي دوت بريفنت ديفولت على سبيل المثال. فاحنا مثلا لو جينا هنا بصينا هنلاقي ممكن ان احنا نيجي نقول فانكشن ونحط هنا حرف الاي. اي دي هنا هتعتبر الايفنت اوبجكت بتاعي. لذلك انا ممكن اجي هنا واقوم قايل اي دوت بريفنت ديفولت، يعني امنع الحدث الافتراضي بالنسبه للايه؟ بالنسبه لللينك، يعني ما تتتبعش اللينك. فاحنا لو جينا مثلا على سبيل التقدير وعملنا عرض للصفحه ريفريش ليها بالمنظر ده اهو، وانا بقى قمت جاي هنا دايس على اللينك بتاعي، حضراتكم هتلاحظوا انه فعلا البوكس اختفى ولكن اللينك ما راحش للايه؟ للتارجت بتاعه. يعني مثلا انا لو جيت هنا ورحت على اللينك ده وقلت ان اللينك ده بدل ما يروح للهاشتاج يروح مثلا ل http://www.saygoogle.com، بالتالي انا فعلا لو عملت كده وعملت ريفرش وقمت دايس هنا المفروض ده يروح لجوجل دوت كوم. بس انا عشان منعت الحدث الافتراضي زي ما احنا اتعلمناها في الجافا سكريبت في جزئيه الايفنت ليسنرز، انا هنا قلت له الاي اللي هو الايفنت بتاعتي دوت بريفنت ديفولت، يعني امنع الحدث الافتراضي على هذا الحدث اللي هو ان انا كليكيت على العنصر ده. احنا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها الديفولت اكشنز اللي هي الاحداث الافتراضيه. الاحداث الافتراضيه بتاعتي ان انا لما ادوس على لينك الصفحه تروح على طول على المسار اللي موجود فيه الاتش ريفرنس بتاع اللينك، لما ادوس زرار السبمت بالنسبه للفورم فورم يعمل سبمت للداتا اللي موجوده فيه، لما يكون عندي زرار سبمت ويكون عندي انبوت معين وانا ادوس مثلا الريتيرن كي او الانتر كي بتاعي على الانبوت من النوع تكست، بص تلاقي الفورم برضو عمل سبمت. فدي يسموها الديفولت اكشنز. لذلك انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن ابريفنت الاكشن من ان هو يحصل. فانا محتاج الايفنت بتاعتي عشان اقول لها بعد اذنك بقى بريفنت الديفولت اكشن اللي موجود على ايه؟ اللي موجود على هذا الحدث اللي هو هنا كان عباره عن الكليك. طيب في عندي فانكشن ثانيه مثلا زي شو، طبعا شو احنا عارفينها عكس هايد. احنا هنا ممكن نكون مثلا خدنا مجموعه من الفانكشنز اللي ممكن نشتغل عليها شو وعندي هايد. شو وهايد الاثنين عكس بعض، ولكن انا هنا هايد وشو استخدمتهم كما هما بهذه الطريقه زي ما حضراتكم شايفين. ولكن انا ممكن ان انا استخدم اكثر من باراميتر هنا بالنسبه لشو او هايد. يعني على سبيل المثال البارامترز اللي احنا ممكن نستخدمها مع فانكشن زي شو او هايد، اول باراميتر هيكون التايم الزمني اللي هو الديوريشن، يعني الانيميشن او الايفكت ده هيحصل في خلال قد ايه بالظبط. يمكن ان يكتب قيم زي سلو بطيء او نورمال اللي هو الطبيعي او فاست يعني بسرعه. والباراميتر الثاني هو طبعا اللي هيبقى الايز او التايمينج فانكشن. تايمينج فانكشن اللي هي زي ما قلت لحضراتكم ممكن تكون مثلا لينير يعني خطي او سوينج، وفي مكتبه للتايمينج فانكشنز موجوده في الجي كويري. طبعا التايمينج فانكشن اللي هي عباره عن ازاي الانيميشن هيتم، يعني على سبيل المثال احنا شفنا في جزئيه الايفنت ليسنرز والانيميشنز في الجافا سكريبت ازاي مثلا الانيميشن كان ممكن يبدا بنفس المعدل وينتهي بنفس المعدل، او يبدا سريع وينتهي بطيء، او يبدا بطيء وينتهي سريع، او يبدا بطيء وينتهي سريع وبعدين يبدا ويسرع تاني وهكذا. هي دي التايمنج فانكشنز اللي هي ازاي بقى الانيميشن هيبدا وينتهي. وبعدين ممكن يكون عندي باراميتر ثالث اللي هو الفانكشن اللي حضرتك عايز تعملها، دي هتبقى كول باك فانكشن اللي حضرتك عايز تنفذها بعد ما الايفنت تخلص. يعني مثلا اقول ايه؟
لو فعلا الهايب ده تم اعمل لي حاجه معينه. طب تعالى نشوف مع بعض. انا مثلا ممكن اجي هنا زي ما حضراتكم شايفين نقوم رايح وقايل والله انا عايز الهايب بتاعي ده ما يتمش مره واحده، انا عايزه مثلا سلو بطيء. بالتالي انا لو جيت عملت ريفرش للصفحه بتاعتي وبعدين عملت كده هبص الاقي زي حضراتكم اللي حصل معايا ان الانيميشن كان سلو، يعني اللي حصل انه الاوبجكت بتاعي اختفى ولكن سلولي بالانيميشن. ممكن اقول له مثلا نورمال زي ما حضراتكم شايفين اهو، ريفرش دوس هنا تاني اهو ده النورمال. ممكن اقول له مثلا والله فاست يعني سريعا، اجي اعمل ريفرش هعمل كده هلاقيه اختفى بسرعه. يبقى احنا هنا زي ما حضراتكم شفنا مع بعض اهو الديوريشن بتاعي ممكن اكتبه بالثواني، مثلا اقول مثلا على سبيل المثال 2000 بالمنظر ده كده واعمل ريفرش. فلما اجي اعمل كده هتلاقي حضراتكم ان انا هنا المفروض 2000 ثانية واحدة اهو المنظر ده. بص حضراتكم في خلال ثانيتين ايه اللي حصل؟ في خلال ثانيتين الانيميشن تم اهو، ثانيتين زي ما حضراتكم شايفين. يبقى معنى ذلك ان انا فعلا ممكن اكتب الديوريشن بتاعي بكلمات كي وورد زي سلو نورمال فاست، او اني اكتبها برقم معين. الرقم ده هيبقى بالملي سكندز اللي هي الملي سكندز المطلوبه علشان اقدر ان انا اعمل الايه؟ اعمل الانيميشن بتاعي. على مثلا نقول طب لو احنا عملنا نورمال على سبيل المثال، حضرتك بتقول ان التايمنج فانكشن دي بقى الحاجه اللي بعديها، ممكن مثلا اقول له سوينج، سوينج دي يعني ابدا سريعا او ابدا عادي وبعدين تباطأ لغايه لما توصل للهدف بتاعك في الانيميشن كده. باجي اعمل مثلا كليك يبدا سريعا زي ما حضراتكم شايفين ويبدا يبطأ 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 الانيميشن لغايه لما الانيميشن يخلص تماما. انا بقى عندي حاجه اسمها كول باك فانكشن، ممكن مثلا اقول له فانكشن اعتباريه نفذ لي فانكشن بعد اذنك انونيمس او اعتباريه بمجرد ما الايفنت ده يخلص. اقول مثلا ايه كونسول دوت لوج، تعالى نستخدم الكونسول بتاعنا بتاع المتصفح. ثانك يو جي كويري مثلا على سبيل المثال، انا بس عايز اعمل اي عمليه تتم بمجرد ما الحدث يتم تماما. فبالتالي احنا فعلا جينا هنا عملنا ريفرش اهو زي ما حضراتكم شايفين، استخدمت الفاير بانك بتاعي ورحت على الكونسول اهو ريفرش هعمل كده فعلا. بص الانيميشن اول لما يخلص اوتوماتيك قام قايل ايه ثانك يو جي كويري. يبقى دي هي الفانكشن اللي انا ممكن انفذها بعد على طول ما الانيميشن او الفانكشن بتاعتي اللي اسمها هايد تخلص العمليات المطلوبه منها. نفس العمليه شو في عندي مثلا فانكشنز ثانيه بنفس الكيفيه زي مثلا سلايد اب سلايد داون. بص مثلا حضرتك نعمل ايه سلايد اب بالمنظر ده كده اهو، نيجي نعمل ريفرش مع بعض. لما نيجي نعمل سلايد اب حضراتكم بصوا اللي هيحصل، ده سلايد اب يعني بيعمل سلايدنج لفوق. ممكن اخليها سلايد داون، ممكن اخليها سلايد توجل، سلايد توجل اجي اعمل كده اهو، اجي اعمل كده تاني ده توجل. توجل عكس سلايد اب وسلايد داون، مجمعهم الاثنين. سلايد توجل دي فانكشن بتخزن الستيتس او الحاله بتاعت العنصر، هل هو سلايد داون بالمنظر ده كده هو سلايد اب دلوقتي، لو انا دوست تاني هيعمل ايه؟ هيعمل سلايد داون، لو انا دوست تاني هيعمل سلايد اب، لو انا دوست بعد كده هيعمل سلايد داون. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين دي مجموعه من الفانكشنز اللي احنا هنشوفها النهارده مع بعض باستخدامات الايفنتس اللي احنا هنشوفها برضو على مدار الحصه والحصه الجايه ان شاء الله، عشان نبدا نتمكن من استخدام الجي كويري. عشان لما نبقى نعمل بقى حاجات بالجي كويري زي بانر مثلا، زي على سبيل المثال تول تيب، اي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها بالجافا سكريبت هنعملها هنا بقى بس احنا واحنا مطمنين، لان احنا هنستخدم الجي كويري اللي هي اصلا مكتبه كروس براوزر كومباتيبل، اقدر اعمل كل حاجه على المتصفحات اللي قدامي ولكن بسهوله، مش عندي المشاكل اللي انا بواجهها في الجافا سكريبت، لان انا بستخدم الكود مره وبعدين ارجع اعيد الكود ريفايز تاني عشان ممكن يكون غير قابل للعمل على متصفح معين فاكتب كود مناسب ليه كود تالت او كود رابع وهكذا. يبقى دي مثلا زي ما حضراتكم شفتوا حاجه زي اللي احنا اهي استخدمناها. ممكن مثلا اقول له ايه؟ ممكن اقول له فيد ان فيد اوت. فيد ان مثلا هنا بيرفع الشفافيه، فيد ان هو العنصر اصلا فيدد ان، ممكن نقول له لا فيد اوت بعد اذنك يعني اختفي بقى اختفي ولكن بشفافيه اهو. بصوا حضراتكم بالمنظر ده كده فيد اوت اختفى نورمالي وبعدين يقوم منفذ الفانكشن بتاعه
بتاعتي اللي هي الكونسول في الايه، في الكونسول بتاعي ثانك يو جي كويري. يبقى اصبح احنا هنا شفنا حاجه مهمه جدا، ازاي قدرت اجيب العنصر دي، كانت سهله بالنسبه لي لان خلاص اتعلمناها في المحاضره اللي فاتت. وهنا بقى ازاي استخدم الفانكشن بتاعتي اللي هي فانكشن الايفنتس، اللي هي الايفنت هاندلرز. فانا عندي هنا فانكشنز معرفه في الجي كويري بالنسبه للايفنت نفسها، زي مثلا حضراتكم كليك دبل كليك. يعني على سبيل المثال انا عايز اقول له ايه، انا بقى لما ادبل كليك على العنصر اللي هو الديفايه دي بعد اذنك اعمل لي حاجه معينه. يعني مثلا اجي اقول له هنا ايه، اقول له والله انا عايز العنصر اللي هو اسمه بوكس ده دوت دبل كليك، نفذ لي مثلا معينه، وهي مثلا اني انا اقول كونسول دوت لوج باذنك مثلا the item has been double clicked. نفترض اصبح انا المفروض ان جيت عملت دبل كليك، انا اسف، دبل كليك، انا اسف مش دبل كليك كده، سي اسمه ريفرش اهو، العنصر بتاعي اهو دبل كليك عليه، ذا ايتم هاز بين دبل كليك، دبل كليك تاني ذا ايتم هاز بين. يبقى انا زي ما حضراتكم شايفين كل لما ادبل كليك على العنصر، كل لما هو يكتب لي مثلا في الكونسول بتاعي الكلمه اللي انا عايز ان انا ايه اكتبها. طبعا الكونسول ده مفيد جدا للديزاينر وللديفلوبر، ان انا عن طريقه اقدر ان انا الوج العمليات بتاعتي واديبج العمليات بتاعتي اللي بتحدث على مدار السكريبت اللي انا بكتبه. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين احنا كده باذن الله هنبدا ان احنا نشتغل بقى على الايفنتس اللي موجوده في الجي كويري علشان اساين الايفنت للاوبجكت اللي انا هجيبه، وبعدين يا اما اكتب هاندلر واحطه للايفنت، يا اما اكتب فانكشنز عشوائيه بهذه الكيفيه. هي دي انونيمس فانكشن مالهاش اسم، ودي انونيمس فانكشن، ودي انونيمس فانكشن، كل دي انونيمس فانكشنز. فانا بحط الفانكشن عشان تتنفذ على دول بدون مسمى. دي الميزه في الجافا سكريبت عن غيرها من لغات البرمجه، ان انا هنا سكريبتنج لانجوج بتديني الامكانيه ان انا اكتب انونيمس فانكشنز بدون ان هي تحمل اسم معين. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين هنا انا استخدمت الحدث بتاعي زي مثلا كليك وزي دبل كليك. اهم حاجه حضراتكم شفتوها ازاي ان احنا عن طريق الكليك دي نقدر نمنع على سبيل المثال بالايفنت بتاعي الحدث الرئيسي بتاع العنصر نفسه زي اللينك ده على سبيل المثال. هنا قدرت ان انا اتحكم في عنصر اخر مثلا زي البوكس، ما البوكس ده مثلا هنا انا لما جبته عملت فيد ان او فيد اوت، في توجل برضه ممكن اقول له فيد ان فيد اوت. يعني تعالى مثلا نعمل مثال جميل شويه، تعالى على سبيل المثال ونيجي ونفترض اهو بالمنظر ده او بالكيفيه دي، انا هاجي هنا واقول مثلا ان انا عايز اجيب حاجه زي الصوره مثلا ونفترض من اي مكان المنظر ده كده اهو، اجيب مثلا كابتشايه هكذا زي الجايه دي كوبي، احطها مثلا هنا عندي على الديسك توب بيست، وحاجه انا بقى واقول ايه، هقول له بعد اذنك والله انا ما اعرفش العرض كام، بس انا عايز مثلا العرض بتاعي يكون على قد الصوره. الصوره بتاعتي دي اعتقد والله اعلم ان هي 950 بكسل او حاجه زي كده، 950 بكسل 250 بكسل. تعالى مثلا نقول له ان احنا البوكس بتاعي بقى 950 بكسل عرض، 950 بكسل في 250 بكسل ارتفاع. نيجي هنا نحط الصوره بتاعتي في البوكس اهو، اهو ادي الجاي بتاعتي، السورس بتاعها ايه، الصوره اللي اسمها سلايد 3 دوت جي بي جي، سلايد 3 دوت جي بي جي. نيجي نعمل هنا ريفرش للصفحه بتاعتنا، هنقفل دي عشان نزودها دي اهو، ريفرش اهو ده العنصر بتاعي. اجي اعمل كده زي ما حضراتكم شايفين الصوره بتاعتي اختفت. نيجي نقول له هنا والله احنا عايزين نعمل ايه بدل فيدز ان وفيد اوت، شوف كده لو في امكانيه ان احنا نعمل فيد توجل هنا في الفانكشنز بتاعتي. انا عندي فيد ان وفيد اوت، ادي حرف الاف بتاعي اهو، لا دي الايفنتس انا اسف، في الانيميشن فانكشنز فيد توجل، ايوه اهي. طبعا
دي بتفيدني بقى انا كمكتبه ان هي فيها دوكيومنتيشن. احب مثلا استخدم فانكشن معينه، بجيب اسم الفانكشن واقدر اعرف هي بتشتغل ازاي بالظبط. بي توجل اي، انا اجي ببساطه اقول له والله انا عايز اعمل بي توجل زي بالظبط سلايد ان وسلايد اوت وسلايد اب. انا هنا في هذه الحاله انا على سبيل المثال عملت ريفرش اهو بالمنظر ده، ده كده فيد اوت وده فيد ان، فيد اوت وفيد ان وهكذا زي ما حضراتكم شايفين. بالتالي انا كده قدرت ان انا استخدم فعلا الايفنتس بتاعتي، وفي نفس الوقت ان انا اساين ايفنترز بالنسبه للعناصر. طبعا ممكن يكون في ناس حاضرين معانا المحاضره دي وهم للاسف مش عارفين ايه حكايه الايفنت هاندلرز والايفنت لسنرز، وفي هذه طبعا حاله هقول لهم ممكن ان احنا نتوقف عن هذه المحاضره ونرجع للخلف قليلا عشان نشوف المحاضرات السابقه في الجافا سكريبت اللي هتفهم حضراتكم يعني ايه ايفنت هاندلر، يعني ايه ايفنت لسنر. طيب هل في مشاكل في الجزئيه اللي انا شرحتها دي، او في حد عنده اي استفسار بسيط سريع كده؟ معاكم 5 دقائق ممكن ناخد اسئله من الناس. اتفضل حضرتك. تمام. في فصلة دي أنا شرحتها المرة اللي فاتت، لو حضرتك حضرت معانا المرة اللي فاتت دي أنا شرحتها المرة اللي فاتت، وقلت إن أنا هنا أقدر أحط أكتر من سيلكتور. يعني الفانكشن الرئيسية بتاعت السيلكتورز اللي في الجي كويري ممكن تاخد أكتر من سيلكتور. يعني أنا ممكن أقول له أنا عايز ديف وعايز عنصر من كلاسز معينة وعايز كذا كذا وعايز كذا، مش شرط حاجة واحدة بس. دي معناها إن أنا عايز على سبيل المثال عنصر من النوع ديف وعنصر من النوع اف اف اف، ولنفترض ان كان العنصر ده موجود اصلا ولا لا. ايوه، من الفصل خارج السيلكتور اهو، ده سيلكتور فاصله ودي سيلكتور تاني. تمام، أسئلة تانية يا جماعة؟ أي حاجة بتتعمل بالجي كوي؟ في أسئلة تانية يا جماعة؟ الصوت وصل للناس كويس؟ يبقى كده هل جي كويري يتعامل مع سي شارب؟ طبعا جي كويري بتتعامل مع حاجات كتير جدا. هي اصلا لما حضرتك هتيجي تقول هل مع جي سي شارب ولا بي اتش بي، ولا انت حضرتك بتتكلم عن ان انا عندي ويب بيج. الويب بيج دي ممكن ان هي تكون مكتوبه على سبيل المثال دايناميكيا سي شارب استخدام الاي اس بي دوت نت على سبيل المثال، او بي اتش بي زي ما انا بكتبها. في الاول وفي الاخر الصفحه عباره عن اتش تي ام ال كود سي اس اس برزنتيشن بينسق الصفحه دي. فبالتالي انا لما هاجي استخدم الجي كويري، الجي كويري بتتعامل مع الاتش تي ام ال صراحه، اصبح بقى الصفحه مكتوبه ديناميكيا ب اي اس بي وبشغلها بالسي شارب او انا كاتبها بالبي اتش بي، مش هتفرق معايا لانه في الاول وفي الاخر اللغه او الجافا سكريبت الجي كويري المكتبه بتاعت الجافا سكريبت بتتعامل ناحيه الايه؟ بتتعامل مع الكلاينت سايد، يعني ناحيه الايه؟ ناحيه المستخدم. فهي مستنيه لغايه لما الاتش تي ام ال يترندر وبعدين تبدا تتنفذ على سبيل المثال. يبقى اصبح ان هي بتتعامل مع الصفحات اللي مكتوبه بسي شارب زي اي اس بي، الصفحات اللي مكتوبه ببي اتش بي، كل واحد، لانه في الاول وفي الاخر انا محتاج مركب علشان اعمل له مانيبيوليشن او اتلاعب بيه على سبيل المثال. احنا هنا شفنا ازاي ان احنا نقدر نستخدم فانكشنز بتاعتنا اللي هي فانكشنز الايه الايفنتس علشان اقدر ان انا اطبق.
تعال نشوف مع بعض مجموعة تانية من الفانكشنز ناخد عليها. مثلا على سبيل المثال حاجة زي بسم الله الرحمن الرحيم، دي مهمة جدا عايز اوريها لكم، اللي هي event dot data. event dot data an optional objects of data passed to an event method in the current execution executing handler is. بص حضراتكم معايا عشان في ناس كتير جدا بتبقى مستغربه هو ايه حكايه الايفنتات دي. احنا دلوقتي عارفين ان الايفنتات دي عباره عن ايه؟ عباره عن احداث بتتم على المتصفح على العناصر اللي موجوده في الصفحه بتاعتي. يعني ايه؟ الويندو، الدوكيومنت، المستند بتاعي وما يحتويه من عناصر. كل عنصر من دول ممكن يكون ليه مجموعه من الايفنتس، يعني لما تقف عليه بالماوس، لما تدوس على زرار معين في الكيبورد، لما تشيل ايدك من على الزرار، لما يكون في فوكس على العنصر، لما تبلور الفوكس ده من على العنصر، لما يكون في تشينج، لما يكون في سيلكت لعنصر معين، لما يكون تشيكت او لا. كل دي مجموعه من العناصر على رئاسه من الايفنتس على العناصر بتاعتي. وبالتالي انا بيبقى عندي ايفنت معين. الايفنت بقى في الجافا سكريبت هو اوبجكت جميل جدا، ولكن زي ما حضراتكم عارفين برضو بيختلف فيه استخداماته من متصفح لاخر. يعني مثلا اي اي في اصداراتها القديمه ما عندهاش اوبجكت صريح اسمه ايفنت، ولكن عندها اوبجكت من الويندو اوبجكت اسمه ويندو دوت ايفنت وهكذا. فطبعا احيانا كتير جدا بتبقى حضرتك عايز تعرف مثلا على سبيل المثال الايه، عايز تعرف الباديز. يعني مثلا بصوا حضراتكم معايا حاجه بالمنظر ده. انا هنا عندي مثلا صفحه هي مكتوبه بال HTML، هو كاتب هنا 3 بوتونز او 4 بوتون او 5 بوتون اهو، دي بوتونز كلها اهي، وعامل هنا ديف الاي دي بتاعه لوج، وهنا هو سكريبت عامله بيه الجي كويري بيقول فيه طبعا انه انا هنا عايز اللوج ديف اللي هو الفاريبل ده يكون الاوبجكت اللي هو الديف للاي دي بتاعه بيساوي لوج. وهنا بقى انا عايز ان انا استخدم الفور لوب، فالفور لوب هنا اهو اي بيساوي 0، اي اصغر من 5 واي بلس بلس. هنا بقول له ايه بقى؟ بقول له والله انا عايز البوتن اللي يكون ايكوال تو اي، ايكوال تو اي اهو دوت اون، اون ايه بقى؟ اون بيك فاليو تو اي الفانكشن بتاعتي ده الايفنت بتاعها. فهو بقى ياخد الايفنت هنا في هذه الحاله على سبيل المثال يطلع هنا مسجز بوتون، يقول لك بوتون ديس اندكس بتاعي ايفنتس دوت داتا دوت فاليو بيساوي الايفنت داتا دوت فاليو. بص حضراتكم مثلا لما ندوس هنا اهو بوتون رقم 0، ايفنت دوت داتا فاليو 0، اي بيساوي 5 1 2 3 4 وهكذا. تعالى نشوف مع بعض ايه حكايه الايفنت. يعني انا مثلا على سبيل المثال لو رحت هنا بهذه الكيفيه على المتصفح بتاعي وانا قلت له والله انت فعلا عملت لي اي دوت بريفنت ديفولت، بس انا والله عايزك مثلا تعرض لي في المتصفح بتاعي الايفنت ده او الاي ده عباره عن ايه. شوف كده مع بعض الكيفيه دي. انا لو جيت هنا مثلا على الصفحه بتاعتي اهي وعملت ريفرش ورحت على الكونسول بتاعي، كونسول اهو، انا لو جيت عملت هنا بقى كليكايه، بص حضراتكم ادي الاوبجكت بتاعي، ده الاوبجكت بتاعي اللي هو اوبجكت الايفنت اللي فيه كل البيانات عن الايفنت نفسها. يعني حضراتكم مثلا جيتوا باك تاني اهو، سألكم باكتر من طريقه اهو تاني، ممكن اوريه لكم في الكونسول بتاع الفايرفوكس نفسه سبيل المثال كلير كلير. مثلا والله انا عايز اعمل هنا كده بالمنظر ده، هنا هنعمل ميتس لوجينج كده ريفرش كده العنصر بتاعي. فبالتالي انا عن طريق العنصر ده اقدر ان انا استكشف الايفنتس. يعني مثلا لو رحت مع بعض هنا الكيفيه دي تاني اهي، عنصر اول اهو، تلاقي حضراتكم هنا على سبيل المثال كلاينت اكس، كلاينت اكس وكلاينت واي، كلاينت اكس وكلاينت واي. يعني انا لما دوست بالماوس على سبيل المثال على العنصر بتاعي ده، الماوس ده كان فين بوزيشن اكس؟ يعني فين في البوزيشن واي؟ على سبيل المثال لو نشوف مع بعض هنا الداتا بتاعتي نل، تعالى مثلا نشوف الديليجيت تارجت، التارجت اللي تم تفويضه علشان يتجر الايفنت دي، طبعا هو اللينك اللي هو الاي اللي الاي دي بتاعه بيساوي سويتش، الاوفست اكس والاوفست واي غير محددين وبيقعدوا قد ايه على سبيل المثال اوفست.
عندي على سبيل المثال الايه الاوريجينال ايفنت، الايفنت الاساسي اهو. كليك بص حضراتكم كلاينت اكس كلاينت واي قد ايه، بيج اكس وبيج واي، بيج اكس وبيج واي زي كلاينت اكس وكلاينت واي. في بعض المتصفحات ما تستخدمش ولا بيج اكس ولا بيج واي، بتستخدم سكرين اكس وسكرين واي بالمنظر ده كده. عندي التارجت اللي هو العنصر اللي عمل تريجر للايفنت بتاعتي. عندي تايم ستامب امتى بالظبط تم عمل هذه الايفنت. الايفنت اصلا عباره عن نوع ايه، نوعها ايه بالظبط. كليك الفيو بتاعي، دي الويندو بتاعتي اهي زي ما حضراتكم شايفين. فبالتالي هنا انا اقدر ان انا اعمل اشوف مجموعه من الخواص الخاصه بالايفنت. بصوا بقى حضراتكم بريفنت ديفولت، ادي الفانكشن بتاعتي اللي اسمها بريفنت ديفولت، ودي الفانكشن اللي احنا استخدمناها علشان نمنع الحدث الافتراضي زي ما حضراتكم عارفين. ستوب بروباجيشن، لو الناس فاكره حكايه ستوب بروباجيشن لما احنا كنا بنتكلم عن البروباجيشن والايفنت بابلنج في الجافا سكريبت، ازاي الايفنت ممكن ان هي تتريجر اي عنصر في الطريق وهي راجعه ثرو ذا دوم تري، واخد نفس نوع الايه الايفنت اللي البارنت او التشايلد مثلا على سبيل المثال عمل له تريجر. فبالتالي ممكن ان انا اعمل ستوب للبروباجيشن عشان الايفنت ما يمشيش في الطريق ويتريجر كل ايفنت من نفس النوع بهذه الكيفيه في اي انسيستور وهو ماشي في الطريق. بالتالي زي ما حضراتكم شايفين معايا هنا، انا قدرت ان انا استخدم الاوبجكت بتاعي اللي هو الايفنت اوبجكت. طبعا الايفنت اوبجكت من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان نعرف معلومات عن العنصر اللي عمل تريجر للايه الايفنت. لانه احيانا ممكن انت فعلا مثلا استخدمته ولكن عايز تعرف ايه هي المعلومات اللي موجوده عن العنصر ده. عايز مثلا كلاينت اكس كلاينت واي، عايز بيج اكس بيج واي، عايز تمسك الماوس بالظبط عشان تعرف معلومات معينه. هتقول لي ليه؟ هقول لك مثلا افرض انت عايز تمسك الماوس عشان تعرف هو كان البوزيشن بتاعه فين، فلما الايفنت حصلت زي مثلا التول تيب، انت لما تقف على ماوس ماوس بتاع بلينك معين مثلا يطلع لك تول تيب، التول تيب دي تقول لك مثلا ايه انه الاليمنت ده عباره عن كذا، دوس هنا عشان تروح في الحته الفلانيه، اعمل كذا، دي هي التول تيبس. بالتالي انت بقى عايز تعمل سكريبت او تكتب سكريبت عشان بقى لما تتحرك كمان بالماوس يبقى الايه يبقى التول تيب ماشيه معاك. فبالتالي انت محتاج تعرف البوزيشن بتاع الماوس الاساسي كان فين اول لما الايفنت حصلت، وهو اتحرك لما كان الماوس بيموف تعرف اخر ما وصل ليه. فبالتالي المسافه اللي هو مشيها دي اوتوماتيكيا هتزيد بالظبط على التول تيب، يبقى كده التول تيب بيتحرك معايا لما الماوس زي ما حضراتكم عارفين بيتحرك مع العنصر وهكذا. استاذنكم بس 5 دقائق وارجع لكم. مش موجود ولا الصوت موجود ولا انا مش فاهم صراحة، في حاجة غريبة جدا بتحصل وانا شغال كان الصوت مش موجود. طب بصوا يا جماعة انا بس عايز اقول لكم حاجة، بالنسبة للمحاضرات بتاعتي هو الصوت غايب بقاله قد ايه بالظبط؟ ليه؟ البريك. طيب بصوا حضراتكم معايا، هو بس اللي انا عايز اوضحه ان طبعا انا عارف ان المحاضرات قصيره شويه كده مش زي الاول عشان بس انتوا عارفين ضغط الشغل عليا والله، وفي نفس الوقت كمان احيانا الكواليتي بتاعت الصوت كده ما بتبقاش جيده. فانا باذن الله المحاضرات اللي عندي باذن الله كلها ان انا هسجلها لوحدها، هسجل المحاضرات لوحدها بعيد كمان عن هنا عشان ايه ابدا بس انتج محاضرات لسه شويه هديها للناس بتوع المنتخب ده عشان الناس تبدا ايه ان هي برضه ترفعها عندهم. على انا ان شاء الله هنزل القاهره باذن الله، باذن ربنا ده يوم الاربعاء الجاي، يعني يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله لو حد يقابلني من منتخب دارين ممكن يكون استاذ محمد عادل او اي حد من الناس اللي موجوده في الاداره، انا هجيب ان شاء الله المحاضرات اللي عندي كلها وهو يرفعها على اليوتيوب شانل باذن الله. في حد عنده اي اسئله؟
لا لا لا، المحاضرات دي مسجلة بعيد تماما عن أكاديمية الدارين، دي مالهاش دعوة بأكاديمية الدارين، دي إهداء مني لأكاديمية الدارين، بس مش هتبقى بالمنظر اللي إحنا فيه ده عشان ما نضيعش وقت كتير. هتبقى عبارة عن محاضرات أنا زي اللي أنا بسجلها بالظبط على اليوتيوب شانل عندي على الجهاز عادي بالصوت والصورة وكل حاجة، هتبقى برضو مهداة لقناة لأكاديمية الدارين، ممكن تحط عليها اللوجو بتاعها عادي يعني. بعيد عن الشات وبعيد عن الاوفر لايف لو رويز ويك والكلام ده كله. التكست اديتور اللي انا بستخدمه اسمه سبلايم تكست، سبلايم تكست طبعا ده بيعمل حاجات كتير جدا يعني، هو يعتبر بصراحة ربنا من وجهة نظري من أقوى تكست اديتور شفته لغاية هذه اللحظة، بيعمل حاجات كتير فوق ما ممكن تتخيل، وليه بلاجنز كتير جدا جدا، طبعا مساحته صغيرة يعني. هو أقوى من نوت باد بلس بلس بكتير بصراحة يعني، أنا اشتغلت على الاتنين، وبعدين الإنترفيس بتاعته أنضف وأحسن بكتير، بلجنز فيه اكتر بكتير، هو اصلا مكتوب بايثون ويعتبر جميل جدا بصراحه يعني، مجاني هو مش مجاني لا، بس ليه كراك تقريبا، انا شريت في نسخ بكراكات، ممكن ان انا اقول لكم فين الكراك بالظبط يعني. لا حضرتك ما تقلقش، هو مش حاطط لينك لحاجه مخالفه، ده اصلا جي اس فيل ده من اشهر المواقع اللي الناس بتستخدمه علشان تعمل تيست على جافا سكريبت والسي اس اس، فهو اكيد عنده سؤال يعني، ما تقلقش من كده. هو اللي حضرتك كاتبه السكريبت ده عامل فيه ديفين ديف اكس 1 ديف اكس 2، وهنا قلت لحضرتك ان انت عايز اكس 1 واكس 2 دوت هايد في ثانيتين، فانا بيتنفذ عادي اهو. حضرتك تقصد ان هم مش اتنين سيلكتور، حضرتك تقصد باراميتر واحد، حضرتك تقصد باراميتر واحد وباراميتر اتنين. ثانية واحدة يا صفحة محمد معايا، معلش انا اسف، حضرتك تقصد حضرتك تقصد الباراميتر رقم 2، الباراميتر رقم 2 المفروض ان هو الباراميتر الكونتكست العادي،
كونتكست ده عبارة عن اوبجكتس زي الاوبجكتس المستخدمة في المتصفحات على سبيل المثال زي الويندو زي الدوكيومنت او دوم اليمنت اخر، ممكن ان انا احطه على سبيل المثال عشان استخدمه في السياق. ما هو الكونتكست بتاعي اللي هو سياق النص نفسه او سياق العمل او سياق بتاعي، فبالتالي ممكن انا استخدم الاولاني عشان اعمل حاجه معينه، اما التاني فبالنسبه لي هو السياق. طيب يا جماعه مفيش مشكله، انا هشرح لحضرتك باذن الله، باذن رب العباد. فكرني بس المره الجايه اول لما نخش على طول على المحاضره يوم الثلاثاء القادم باذن الله، هحطه لحضرتك وهبدا اقول لحضرتك ازاي نقدر احنا نستخدم اوبجكت تاني دوم اليمنت عادي او دوكيمنت اوبجكت او بيلت ان اوبجكت من ضمن الاوبجكتس المستخدمه في السياق مثلا. ايه مفيش مشكله فيها خالص، مفيش مشكله خالص طبعا. انا بس ما كنتش واخد بالي ان حضرتك قلت لي الفصله، بس انا افتكرت ان هم اتنين سيلكتور، لكن حضرتك حاطط بارامترز باتنين ارجيومنتس. تمام اوكي. باقي المحاضرات مش مسجله ولا حاجه، هو الكورس اونلاين بس انا بدل ما اقول على سبيل المثال يعني بدل ما يبقى فيه غروشه في الصوت وي وي او يحصل اي عطله عندي على الجهاز عند الناس اللي بتسجل، انا ان شاء الله هعمل الكورس كله، هسجل الجزئيه كلها فيديوز عاديه زي ما بسجلها زي ما عملت جزئيه البي اتش بي عندي على اليوتيوب شانل بتاعتي والحاجات دي، هسجلها عندي على الجهاز وارفعها ان شاء الله، هسلمها للناس بتوع اكاديميه الضرير وهم يرفعوا، بس هي برضه هتبقى تابعه لاكاديميه الضرير يعني. طيب انا هستاذنكم دلوقتي عشان انا ان شاء الله عندي شغل بكره الصبح بدري جدا، واسف جدا على الوقت، وباذن الله باذن الله هحاول اكون منتظم باذن الله يعني على يوم الثلاثاء القادم باذن الله. ان انا والله انا فعلا والله يا جماعه هو مش تقصير مني، بس انا فعلا الوقت بتاعي ضيق جدا وبحاول والله اوفر منه على قد ما اقدر عشان يعني اخلص الكورس والدبلومه دي. اشكركم جزيل الشكر، شكرا ليكم، ربنا يكملنا على خير باذن الله، وربنا يوفقنا ويهدينا كلنا ويهدي حال البلد باذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.